شركة البيئة والغراسة والبث سنة أسس سنة 2011، حاليا فيها 2530 عامل بين إطار وعملة. بالنسبة للشركة هذه تقريبا معناها فيها نسبة تفعيل حاليا في 64%، 64% صار ناس فكتي في إطار عقود إطارية أو في إطار اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات في الجهة، مؤسسات صناعية أو أي إدارة جهوية المنتصبة بالجهة. الشركة هذه أساسا تخدم في الغراسة كما اسمها الغراسة والبسنة، يعني تهيئة الأراضي والبسنة بصفة عامة، كما نخدم في الصيانة بصفة عامة لمانتونوس. حاليا عندنا أكثر من 50 اتفاقية إطارية واتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات كما ذكرت لك. نسبة التفعيل عندنا أكثر من 1650 عامل يخدموا، عندنا نسبة تفعيل تفوق 64%. هذا ناس أفكتي، ثمن بمقابل وثمن بدون مقابل الاثنين. في مخصص الخدمات بدون مقابل اللي هي في إطار لا رسو لا رسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، عندنا ما يفوق 1000 عامل يخدموا بدون مقابل. هذه في مستوصفات، في عدة، في دور الشباب، في عدة يعني إدارات جهوية. في إطار المسؤولية المجتمعية لو يتم تقييم قيمة العمل هذه تفوق 10 مليون دينار في العام. هذه كخدمات تقدم فيها الشركة، وهذا تقوم به الشركة بالطبع في إطار المسؤولية المجتمعية متاعها. شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس هي شركة نشأت في رحم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، كل مشاريعها وكل تصوراتها وكل ممارساتها ذات طابع ذات مسؤولية مجتمعية للمؤسسات. تشارك شركة البيئة في جميع التظاهرات الجهوية بصفة تطوعية. عندنا التوقي ومجابهة كارثة كورونا، معناتها كان فما تدخل فعلي وميداني في حملات النظافة، في حملات التعقيم، في لي سونتر دو فاكسيناسيون. عندنا زادة في العودة المدرسية، شركة البيئة كانت ناشطة فعالة في 60 مدرسة ابتدائية من حملات توعية، حملات تطوعية معناتها، وحملات تعقيم. عندنا في السكك الحديدية فما الحراسة وتهيئة الفضاءات. باختصار شركة البيئة هي معناتها سند وداعم أساسي للنهوض والاقتصاد المحلي هنا في جابس، في جميع المؤسسات هي داعم وسند لجميع المؤسسات الجهوية. في إطار المشاريع الموجودة للشركة والتي سيتم تطويرها، عندنا مشروع منزل الحبيب حاليا كان 10 هكتارات، حاليا ولا عندنا 20 هكتار فيه غراسة الزيتين، فيه بالطبع إدارة فرعية صغيرة، وفيها بيئة يشتغل بالطاقة الشمسية، فيه 3000 زيتونة، وحاليا باش نزيد ان شاء الله سنة 3000 غراسة 3000 زيتونة أخرى. عندنا مشروع 10 هكتارات في الزركين، مشروع فلاحي باش نكمل نغرس إن شاء الله زيتون، وباش نغرس فيه مواد علفية اللي تابعة الشركة، يعني تقريبا هو يبلغ 10 هكتارات والمياه متأتية من جمعية مائية. بالنسبة للناس تتكلم تقول شركات البيئة ما تخدمش، ممكن بالنسبة لشركة البيئة في جابس رانا عندنا 64% بالنسبة للتفعيل، عندنا 850 عامل تقريبا حاليا ما زالوا ما يخدموش، الأغلبية نتاعهم أميين ومستوى ابتدائي، ولكن احنا عندنا عدة مطالب صراحة لم تتم الاستجابة لها إلى حد الآن، وخاصة هي الأراضي الدولية. لو تم تمكيننا من أراضي دولية 500 هكتار، 1000 هكتار أو حتى فما فوق، احنا عاملين دراسة في الزراعات العلفية، الشاري موجود، يعني عندنا شركات مستعدة أنها تشتري المنتوج متاعنا هذية. عملنا تقريبا 8 أو 9 مطالب مؤخرا، يعني عملت اجتماع حتى مع السيد وزير أملاك الدولة ووعدنا أنا باش إن شاء الله يجاوبنا، إلى حد الآن مازال ما جاناش الجواب. يعني لو نستغل المياه المستعملة في زراعات علفية مع أراضي دولية، هذه ممكن نخدم بقية العمل الكل، وفي نفس الوقت احنا نقصوا من التوريد نتاع المواد العلفية.